السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جمالك مع ملاك. كما تعودت معي دائما مرة كنجاوب على الأسئلة، وكنبقى كاع واخا كنجاوبكم في لي كومونتير، كنبغي نجاوبكم مباشرة كما كنقولوا وجها لوجه. أي سؤال عندكم طرحوه عليا، وأنا إن شاء الله غنحاول ما أمكن غندير لكم، نبقى نحاول ندير لكم فيديوهات الأسئلة باش نجاوب كاع على السؤالات اللي عندكم. أي أسئلة طرحتوها إن شاء الله غنحاول ما أمكن أن نوفر لها وقت وغادي نجاوبها بإذن الله. نبدا بالسؤال الاول اللي دخل به الاخت سهام الاجي، كتقول السلام اختي، الله يعطيك الصحه، خدمتك زوينه وشرحك مفهوم، شكرا لك بزاف. بغيت نتعلم عفاك، بغيت نعرف عفاك الا تقطع الحرير في وسط الخدمه واش نحلو كل شيء؟ لا اختي، ما غنحلوش كل شيء. غتقطعي ديك البلاصه اللي كيتشنتف فيها الخيط وغادي تحزميها مع الحرير وغتخدمي عادي. ملي كتكوني غدا انت كتخدمي، حاولي ديك الحزمه تجيك في الخدمه اللي غتكون عندك في الظهر. وصافي، راه المشكل ما غيبقاش باين لينا في الوجه، الحزمه غتبقى لينا في الظهر، غير خلي الخيط ديالها شي شويه طويل وحاولي تدفنيه في الظهر وسط الغرز اللي عندك، غيبقى لك مزيان. ونمشي للسؤال الثاني اللي هو الاخت اللي داخله بجميله داري. بغيت قبل ما نكمل الاسئله نوجه واحد التحيه لجميع الاخوات المتتبعات ديالي على اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك. بغيت نوجه لهم واحد التحيه خاصه، نقول لهم مادا بانكم كتشجعوني الا وانا كنحاول ما امكن بانني نعطيكم اكثر ونجيب لكم الجديد. كما قلت لكم السؤال الثاني، الاخت اللي داخله بجميله داري قالت لي انت فين مدينه اختي؟ حفظك الله، جاوبيني، عجبتني الخدمه ديالك. اختي انا كنسكن في مدينه تيفلت، دائما تيعيطوا لي الناس في الواتساب ولا تتصلوا بيا تيقول لي انت يا اين مدينه ساكنه، بغينا نعرفوك انت فين، واش عندك محل ولا ما عندكش. انا كنسكن في مدينه تيفلت، تيفلت جات ما بين خميسات والرباط، وسميتو ما عنديش محل، انا كنخدم غير في الدار. وكيقول لي الاخوات واش كتعلمي البنات واش كديري خلصات الشهر ولا شنو كديري؟ انا ما كنعلمش بفلوس نهائيا، اللي كيعرفني كنوريه في سبيل الله، كنبغي انا كلشي يتعلم. واخا كيبغيو شي وحدين تيقول لك لا والو، غير نعطيوك واخا تكوني شي حاجه بسيطه ما كنبغيش. تنقول لهم لا صافي، مادام انا قصدتوني تعلموا الا وانا ندير مجهودي معكم والكمال على سيدي ربي. كما قلت لكم مدينه تيفلت ما تنساوش. وهنا بغيت نقول واحد الحاجه على مدينه تيفلت، عندنا الكروشي هنا في مدينه تيفلت زوين بزاف، وكاين الاخوات كيخدموا الكروشي. ما نقولش لكم الكروشي اللي عندنا هنا في مدينه تيفلت راه ما كاينش في المدن الكبار، حنا عندنا واحد الطريقه خاصه ديال الخدمه، وعندنا موديلات زوينين واشكال زوينين، وبزاف ديال الاخوات عندهم خدمه احسن مني، ولكن ما كتتحش لهم فرصه بانهم يبينوا الخدمه ديالهم. كنتمنى من هذا المنبر هذا ان شاء الله نبقى نمشي نصور لكم المحلات اللي عندنا هنا في تيفلت وتشوفوا الخدمه ديالهم كي دايره، وانا متاكده بانها غتنال الاعجاب ديالكم. نمشي للسؤال الثالث للاخت اللي داخله بسميره ماكور. السلام اختي، تبارك الله عليك، انا عندي مشكل، غير يا اما كنزير بزاف ولا كترخى لي الخدمه، واش ممكن تنصحيني باش تجيني الخدمه متقونه؟ الا كنت تزير لك رخفي غير باليد ديالك اللي كتشد الخدمه، حاولي غير ترخفيها غتجيك الخدمه مزيانه. اما الخدمه اللي ترخات راه ما ننصحكش بالخدمه تكون مرخيه وتلبسيها ولا تصلحيها وتعطي الكريان، ما كننصحكش بها، حاولي غير بشويه ما تزيريهش وما ترخفيهش يجيك مزيان. نمشي للسؤال الرابع اللي داخل بالاخت خديجه بدوي، كتقول لي الف مبروك المليون مشاهد ان شاء الله، الاخوات دعيو معايا بالذريه الصالحه ونحس حتى انا بطعم الامومه، وللي وليا ولكل محروم من نداء بابا وماما. كنتمنى لك اختي رزقك سيدي ربي بالذريه الصالحه. انتما الاخوات اللي معنا دعيو معاها. نمشي دابا للسؤال الخامس، الاخت اللي داخله بحليم. حليم الصراحه شحال هادي بغيت نتعلم هذا النوع ديال الكروشي، ما عرفتش منين نبدا، وبالصدفه لقيت هذا الفيديو، الله يجازيك كل خير. انا ما عنديش مشكل في الطريقه حيت كنخدم الكروشي بالخيط، عارفه الغرز، دابا خاصني شحال ديال الحرير؟ شكرا اختي على هذا الفيديو، جا فوقته. اختي بالنسبه للحرير ما نقدرش نقول لك شحال خصك الحرير في البياسه، كل خدمه وشحال كتهز ديال الحرير. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه بيني وبينكم مهمه، ملي كنا شحال هذه كنمشيو نشريو الحرير، كنشريو قصبه كتخدم لينا، تقدر قصبه وحده تخدم لينا جوج كمام. دابا واش نتوما كتاخذوا قصبه كتخدم لكم جوج كمام؟ دابا قصبه كتخدم لكم شي مرات الا كنزيد غير شويه في العبار ديالو وما كتكملوش،
ولا الحرير فيه غير واحد شويه ما بقاش كيخدم لك هذيك البياسه كامله. كان شي مرات انا شي موديل كان كيهز ليا غير ثلاثه ديال القصبات، دابا ولا داك اللي كيهز ليا ثلاثه القصبات ولا كيهز ليا خمسه كيهز ليا سته، وهاد شي مرات حتى اكثر الا كنا غنخدموا الجلال. نمشي للسؤال السادس اللي داخله به الاخت لالا ام عمران، كتقول لي اللهم بارك الله يعطيك الصحه اختي، طريقه الشرح ديالك واضحه ومفهومه، شكرا اختي الكريمه على مجهوداتك، وبغيت نعرف الا كان ممكن واش نقدر نخدم هاد الثلاثيه في بلاصه العقاد تجي مزيانه الوسط. بالنسبه للاخوات انا الملاقيات اللي كندير لكم كنديرها لكم على حسب الطلب ديالكم، سبق لي ودرت لكم ملاقيه غير بالعقيق، وتيقول الاخوات لا حنا بغينا شي شويه ملاقيه تجي شي شويه باينه، ودرت لكم تبارك الله ملاقيات اللي هما زوينين وفي نفس الوقت باينين، والملاقيات اللي درت لكم راه تقدروا ديروهم تهبطوهم في الجلابه من الفوق حتى لتحت يجيو مزيانين يعوضوا بلاصه العقاد ويجيو حسن من العقاد كاع، فهمتوا اختي؟ غتجي غير مزيانه ديريها على ضمانتي. نمشي للسؤال السابع اللي داخله به الاخت اللي داخله بمدينه القنيطره واجواؤها، قالت لي اختي نتمنى تعطينا دروس في الراندا من يديك وجزاك الله خيرا. ان شاء الله اختي، رانا درت لكم شي حاجه ديال الراندا، هذاك شي خفيف على قدي كما تنقولوا، انا ماشي ما كنخدمش الراندا كنخدمها، ولكن راكم عارفين مع الدراري وهادو هي كتشد شي شويه الوقت وشي شويه ديال خصك تجلسي واحد المده طويله باش يلاه تخدم واحد شويه، وملي كيكون عندك الدراري خصك كل مره تنوضي كل مره، كنفضل بان نخدم الكروشي على الراندا. الراندا كنخدمها حسب الطلب بحال هاد الموديلات اللي انا صورت لكم في القناه ديالي، شي حاجه غير خفيفه وبحال هاد الجلابه اللي انا لابسه، هذه جلابة ديال اختي خفيفه بالراندا بحال الموديلات اللي كنخدم، الحاجه اللي فيها صدر عريض اولا هذا ما كنخدمهاش. نمشي للسؤال الثامن اللي داخله به الاخت لطيفه وزاني، هذه كتهضر على الجلابه اللي درت بالكريب، كتقول لي بالصحه وتبارك الله عليك، عافاك اختي شحال شدات ليك ديال الوقت وشكرا. انا اختي نقدر الوقت اللي تشدي انا ما تشدوش ليك انت، الا كنتي مساليه ما عندك لا دراري لا والو كما تنقولوا، اللي كيخدم الصنعه خص يكون واحد اللي كيعاونو في الدار، الا كان معاك شي حد في الدار اللي تيعاونك تقدري تدوزي فيها غير بعيام غير خمس ايام تكملها حيت مخيطه غير بالماكينه. انا بالنسبه لي خدمت فيها سيمانه حيت كل مره كندير فيها شويه دات لي سيمانه ديال الوقت، والسلعه رانا قلت لكم في الاخر الفيديو، وكل فيديو كنخدم فيه شي بياسه كنقول لكم في الاخر الفيديو شحال هزات ليا ديال السلعه وشحال دات الوقت. ماشي السؤال التاسع، الاخت اللي داخله بليو رجاوي كتقول لي السلام عليكم الله يعطيك الصحه ما نويتي ويجازيك بالخير، عافاك اختي الا بغيت نبرم هاد الحرير والزقلي نخدم به الراندا كيفاش عافاك جاوبيني. دابا ان شاء الله ندير لكم اختي فيديو خاص كيفاش تبرموا الحرير والزقلي في نفس الوقت باش تخدموا به الراندا، انا وريتكم طريقه البريم ولكن غير باش تبرموا به الكروشي، الراندا باقي ما وريتكمش الطريقه ديال البريم ديالها. نمشي للسؤال العاشر، الاخت اللي داخله باخوه في الله كتقول السلام عليكم اختي، واش انتي في كازا نجي عندك تعلميني، راني كنعرف نخدم الكروشي بالصوف ولكن بطريقه الكروشي في الثوب لا اعرف مع الزواقات جاوبيني. كنقول لك السلام اختي، اش نقول لك، انا راه ما كايناش في كازا، قلت لكم في بدايه الفيديو انا كنسكن في تيفلت، تيفلت جات ما بين خميسات ورباط، كتبعد على خميسات ب 25 كيلومتر وعلى رباط ب 50 كيلومتر، بغيتي تجي عندي حتى تيفلت نوريك اختي، مرحبا الدنيا هانيه جلسي سيمانه ولا اللي عجبك حتى تمشي معلمه. نمشي للسؤال رقم 11، الاخت اللي داخله بشيماء الزيات كتقول لي تبارك الله عليك اختي، بغيت نسولك عافاك واش الكريستال هو نفس العقيق اللي كيقولوا ليه الزمرد اللي كيتبع في الخيط؟ اييه اختي الكريستال هو الزمرد، غير كل منطقه كاين اللي كيقول كريستال كاين اللي كيقول الزمرد، جوج اسماء مختلفه ولكن العقيق هو نفسه. نمشي للسؤال رقم 12، الاخت اللي داخله بحفيظه مريوش كتقول لي تبارك الله عليك هذا العقيق ما كيتقشرش، كتهضر هذه الاخت هذه على العقيق الدائري. بالنسبه اختي العقيق الدائري كما كتشوفوا هنا انا رجت لك هنايا واحد الشونتيو كما كتشوفوا ديال العقيق الدائري، انا سبق لي هذا العقيق الدائري وخدمت لكم به بزاف ديال الانواع ديال الحاشيات اولا ديال الدرس، وخدمت لكم به حتى هذه الكورميطه ديال الكروشي اللي هي درت فيها جوج عقيقات في الشويبي اللي هي خدمت كورميطه ديال الكروشي كيجي الشكل ديالها زوين. انا هذا خديته هذا ديال الخيط هذا النوع الممتاز
ما كيتقشرش. هما اللي سبق ليا كنت نخدم لكم في القناه، هذاك كنشري غير العبار كنوريكم لي شونتيو. بالنسبه لهذا العقيق هذا الثمن ديالو زايد على الكريستال، هذا العقيق الدائري ما تحقروش، راه الثمن ديالو زايد بزاف على الكريستال. وهذا ان شاء الله هو اللي غيولي يطغى على الكريستال، غنوليو نخدموا به جليبات وداكشي. راه لاحظتوا الكريستال ولا دابا كيختفى، انا وليت كنخدم بهذا العقيق الدائري بنزول عند طلب الاخوات، ولا كندخل هذاك العقيق اللي هو داك الصغير المكركب حتى هو ولا هو والدائري كيطغاو على الكريستال اولا على الزمرد. كما قلت لكم الثمن ديالو غلى من الثمن ديال الكريستال، الا الا كان الثمن ديال العقيق غالي. حتى حنا اللي كنخدموا الصنعه راه حنا غنغليو الصنعه من طبيعه الحال. حيت ديك النهار مشيت انا لسلا ولقيت واحد العقيق دائري الحجم ديالو صغير جدا بحال دوك اللي سبق لي وصورت بكم، لقيتو 20 درهم الخيط، وحنا دابا الكريستال كناخذوه ب 4 دراهم 5 دراهم، هو ملي غيولي ب 20 درهم حنا حتى حنا راه من طبيعه الحال حنا راه غندوبلو الخدمه ديالنا على جوج. كنتمنى العقيق يكون بثمن مناسب، وهذا العقيق الدائري كما قلت لكم كيجي زوين 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 في الخدمه ديالو، الشكل ديالو مختلف وهو الشكل ديالو جديد ومبتكر، واي حاجه جديده الناس كيمشيو ليها. بالنسبه للكريستال من كثرت ما كنشوفوه تعودنا عليه، ماشي هو خايب ولكن من كثرت ما كنشوفوه ولفناه صافي، ولينا كنقلبوا على شي حوايج اللي همايا جداد كندخلوهم في الخدمه ديالنا. هذا الشيء هو اللي كاين، لان اي حاجه جديده الا وانها كتعجب الناس، كما انا كتعجبني وكنحطها لكم نتوما كتعجبكم، وكتولي الاعجاب كينتقل من وحده لوحده حتى كيولي كلشي دايرها. كنتمنى بانكم تكونوا استفدتوا، وكما قلت لكم اي اسئله عندكم حطوها في لي كومونتير، وانا ان شاء الله ما امكن وقت ما سنحت ليا الوقت بان ندير لكم فيديو خاص ديال الاسئله ونجاوب كاع على الاسئله ديال اللي عندكم. واللي خدمت شي حاجه تحطها لينا تصيفطها لي في الواتساب ولا تحطها في الفيسبوك، انا كنفرح بزاف ملي كنلقى الاخوات كيخدموا الخدمه ديالي ولا الخدمه ديال الاخوات اللي عندهم قنوات الاخرين. كنفرح بزاف ملي كنلقى النساء كلشي كيخدم وكلشي باغي يتعلم وكلشي باغي يبقى يخدم راسو. راه الحاجه ما تخدموا راسكم هي الربح، ماشي ضروري تخدموا لعباد الله مقابل الفلوس، بالعكس مادام بانكم خدمتوا راسكم الا وانتم كتخدموا كتكونوا فرحانين وكتطلعوا الموديل كون كيما نتوما تخيلتوا. راه كل وحده منكم كما كنقولوا في الداخل ديالها مصممه ديال الازياء. اشتركوا في الصفحه ديالنا على انستغرام وعلى الفيسبوك، وتابعوا القناه ديالي في اليوتيوب، واي فيديو عجبكم بارطاجيوه باش كلشي يستافد. بسلام عليكم.